الأستاذ أيوب حسين مدرسة تشكيلية قائمة بذاتها. أستاذ أيوب عندما تشاهد لوحاته الجميلة الخارجة من البيئة الكويتية الصميمة تشعر بأنك ترى تلك الأماكن في الثلاثينات والأربعينات في الكويت. المؤسف بأن الكثير من هذه المعالم اندثر لأسباب كثيرة، ربما كانت تتخذ قرارات سريعة في إزاحة هذه الآثار والبيوت الجميلة القديمة. ولكن عندما تشاهد أيوب حسين، تشاهد أعمال أيوب حسين، تعرف بأن انطبعت هذه الأماكن والشخصيات أيضا في ذاكرته. عايش حياة الماضي وعشقها وأحبها، أحب كل جانب من جانب هذه الحياة المملوءة بالعمل والكفاح والصبر، كفاح الآباء والأجداد في أعمالهم وفي حياتهم على الرغم من قسوة الحياة التي كانت في ذلك الوقت. عايش جانبا كبيرا من حياة الماضي، أحب الماضي، عشق الماضي، عشق الأخلاقيات تلك الفترة، عشق كفاح الآباء والأجداد. في لوحات أيوب حسين في حزاية أو مثل ما نقول حدوتة أو حكاية، دائما لما تطالع اللوحة هي توحي لك بقصة صغيرة مرت في حياتك. طبعا أنا أتكلم عن جيلنا مو الجيل الحالي، توحي لك بذكرى أنت عشتها، توحي لك بمرحلة جميلة من حياة الكويتيين، الحياة البسيطة اللي ما فيها تعقيد. وبعدين ممكن من خلال لوحاتك كأنك أنت تشوف كتاب مفتوح للذكريات. الحقيقة أيوب حسين تزامن كثير معانا في معارض عديدة، سواء كانت محلية أو كانت خارجية عربية أو دولية، وكان لي يعني المشاركة معاهم ومع هالفنان بالذات أعطانا دفع وسمة من سمات الفن الكويتي المعاصر. الحقيقة الفنان أيوب حسين فنان له شخصية متميزة من بداياته إلى الآن، وإذا كان في معرض الأخير بدأ يعطي هذا التحفظ لبعض أعماله، وإحنا بودنا أنه ينطلق مثل انطلاقات العديدة عن البيئة الكويتية بدون تحفظ، بانطباعية، بتلقائية في التعبير والأصالة المتميزة في فن أيوب حسين. اشتركنا في عدة معارض، طبعاً مع تقريباً كل معارض الربيع اللي كانت تقيمها وزارة التربية. وطبعا أيوب من الفنانين الجيدين المخلصين لفنه، وهو طبعا أسلوبه أو مجاله دائما في مجال الفن الشعبي، الأحياء والعادات والتقاليد، لكن يدرس موضوعه يعني قبل لا يقدم عليه طبعا كفكرة، يعني يعمل سكتشات، يعمل نماذج حتى في بعض الأحيان لما يحتاج مثلا للمنظور يعمل نموذج لمبنى مثلا أو لشارع على أساس ينقله بلوحته. بعد أن اصطحبنا الفنان والمربي أيوب حسين الأيوب عبر الأجزاء الماضية من برنامج شخصيات كويتية، حيث طالعنا معه صفحات حميمة من الماضي العبق والذي استعدنا شذاه الفواح، وحدثنا عن التعليم في كويت الأمس ورسالته كمرب وعلاقاته مع أقرانه المعلمين وأبنائه التلاميذ والروح الشفافة التي كانت تسود المجتمع الكويتي في بداية الخمسينيات. بعد ذلك نواصل حوارنا
مع الفنان الأستاذ أيوب حسين الأيوب في الجزء الثالث من هذا البرنامج، لنتعرف وبشكل مكثف عليه كفنان كويتي بارز ومتفرد في موهبته وإبداعاته، إذ أنه تخصص في إطار مدرسة فنية جسدت صور البيئة والتراث الكويتي، فأصبح بحق ذاكرة الكويت. ولنستمع منه عن العوامل والأسباب التي دعته للتخصص في رسم البيئة الكويتية. لأني عايشتها ولعبت بترابها وشميت ريح طينها ونمت تحت سقافتها الشندل والباسشيل، ونمت فوق الشندل والباسشيل أيضا بالقيض، تنكشف لك السماء هي والقمر والنيوم وإحنا نايمين فوق السطوح، ضقنا الرطوبة والسموم والغبار وإحنا نايمين فوق السطوح بالنهار، ما ندري وين قطروحنا عن من 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 الحر. عندنا غرفة فيها باقدير الوالد ينام فيها، وعندنا عريش برا نقط مرة روحنا بهالفي ومرة بالعريش ومرة بالباقدير، فهذا كله له تأثير على النفس. نروح المسجد نشغل أنفسنا وإحنا صغار، أيضا نلعب كلعب نرش نزعب ماي ونرش ساحة المسجد، ساعات ننام كذي أو نتنوم نسوي روحنا نايمين كذي بالمسجد ونسولف، نلعب بالفرجان الألعاب الشعبية اللي ذكرتها، الكوت وغيره وغيره، هذه كلها أشياء تأثر بالنفس. تروح السوق تشوف الناس، تشوف الأحمال اللي يحملونها، هذا شايل جت، هذه مرة فوق رأسها زبيل، هذه مرة فوق رأسها بقشة رايحة البحر تغسل، تروح البحر الساحل ولا كله حريم ويهال معاهم مضرابة تضرب الثياب وتغسل وتعصرهم وتشرهم على الصخر من ثيابه، ثياب ريلها وثياب أولادها وثياب عمامها وثياب أهلها، ريحتهم ماي بحر زفرة، يعني الرمل عالق فيهم، تشرهم وتصفطهم وتجيبهم في البقشة ويلبسونها من أحسن ما يمكن. شو شون قناعة الناس، فهذه كلها تأثر بالنفس، أثرت فيني أنا رسومي الآن كله عن 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 هالشغلات هذه، وجدانك الفني. نعم، دكاكين الفريج شلون يتعامل مع الناس، شلون يشترون الغاز في بطل، يشترون الغاز ببطل حق الصراي عشان ينور عليهم بالليل، حتى المقولة اللي تقول أو القطاية يقولك ترس الدار ببيزة، شنو هذا الصراي يحطون فيه غاز يمكن قيمته أقل من بيزة يترس لك الدار نور. نعم، الحين قاموا يسمونه زهيوي عقب ما ياتهم الكهرباء ها والكشافات والانوار وسبوت لايت وغيره، الحين صار عند طاح من عينهم الصراي القديم، قاموا يسمونه زهيوي. اول ما نسميه زهيوي اول نسميه صراي، يعني سراج كلمه عربيه. هذا الصراي استعمل بالكويت بالثلاثينات وما بعدها. هذا الصراي اسمه الكنديري، كان موجود بالكويت قبل لا يطلع الصراي هذا، قبل لا يوصل الكويت، وهو عبارة عن قوطي يسوي التناك لغطة وفيه فتحة ولها بوز قلمة من فوق وفيه فتيلة عبارة من خرجة، ويحطون أول كان فيه قبل الغاز، قبل لا يوصل الغاز يحطون فيه شحوم وزيوت، الشحم هذا الودج يحطونه فيه ويشب ينور عليهم بالليل. لما راح هذا وطلع الغاز قام يحطون فيه غاز ايضا، طلع الصراي يحطون فيه غاز، طلع هذا الصراي، بعض ناس يسمونه ابو لاله، ما ادري من وين طالع كلمه لاله اللي هي يمكن الجامه هذه مالته، الكويتيين ما يقولون لاله، لكن هذا ايضا يشتغل على الغاز ورات نكه تلمع عشان تعكس النور. هذا طلع في نهايه الاربعينات، طلع عند الناس يعني مثل كهرباء صار عند الناس بعضهم احسن من الصراي. انا كنت رسمت هاللوحه لان لي ذكرى فيها، كان عندي سحاره كذي اول
مات المدرسة القديمة وخاشة عندي لما دشيت المعارف أكتب واجباتي على هذه السحارة وهذا الإصراي، أحط الإصراي على يم وأكتب الواجبات أو الوظيفة يسمونها في على هذا الطرف من السحارة بالليل، وطبعا النور كافي أعتقد حق واحد يكتب، فنوره هذا أحسن من هذا. أما هذا التريك يسمونه لوكس، وهو يستعملونه بالقهاوي والشياخين أول، وأيضا يستعيرونه أو يأجرونه حق العروس حق العرس، يشيلونه في بالزفة مات المعرس أو في زفة في الحريم لما يشيلون الدزة أيضا يشيلونه معاهم علشان الشوارع السكيك اللي هي ظلمة، فهذا ينور عليهم شوية، يشيلون معاهم 2 3 4 على قد الناس اللي يمشون. فمن تشوف تريكات من بعيد اعرف انه في معرس بالطريق جاي زافينه الريايل ربعة. تشمل هذه اللوحة ايضا هذا البطل كان ضروري اول مع المحقان اللي هو حق الغاز. انا رسمت هذا القوطي مع هذه البومبة مات الغاز، رسمتها كذي تكملة للموضوع، ولا اول ما حد يشتري قوطي غاز كامل لأن غالي، يأخذون بطلهم يودونه حق الدكان مال الفريج يترسل لهم أو نصه مثلاً أو ربعه أو ترسه بأقل ثمان تلقاها بيزة أو بيستين، فهذا البطل يترس الإصراي لمدة يمكن أسبوع كامل يشبون فيه ما يخلص. فلذلك في لغز يقولون على الإصراي يقولون ترس الدار بيزة، شنه فهو الجواب هو الإصراي لأنه يترس الدار بالنور وهو ثمن جدا قليل. فرسمت هذا القوطي تكمله علشان يناسب الموضوع، وحطيت فوق أصراي أيضا عشان يوازن اللوحة. من عرض أدوات الإنارة هذا التريك اللي هو على باتري كان موجود بالسابق بالثلاثينات والأربعينات، كان هذا التريك موجود، يشيلون الرجال مو الصغار اللي الحين مثل الحين اللي حال كل واحد بيده تريك ومكودين صغار وأشكال وألوان، إنما التريك أول حق الريال مثلا أبغى يسري، وبعد مو كل ريال يعني لزقرت منهم يشيل هذا التريك عشان يسفر عليه السكيك لا طقه عقرب أو كذا أو حفرة أو طين. خليت الباكراوند عبارة منقور أو بارية يعني عشان تترس اللوحة عشان ما تصير فاضية. أما السحارة هذه من حطب يسوونها أول قلاليف ويحطون لها تنك من فوق ويحطون لها حديد أطواق بالجوانب عشان تضبط. الأستاذ الفنان أيوب حسين أول إطلالة له ومشاركة مباشرة مع الجمهور كان في معرض البطولة العربية في ثانوية الشويخ عام 1958، وعلمنا بأن وراء مشاركتك في هذا المعرض لأول مرة أيضا قصة أو سبب، أنه أيضا كان هناك حسب ما يقال نوع من المسابقة داخل المدرسة أو المسابقة بين المدرسين، وأنه اللي فاز هو اللي أختير ليشترك في هذا المعرض. ما هي قصة هذه المشاركة وهذه المسابقة الأولى لك في معرض عام لأول مرة في حياتك؟ لا ما هو ما في مسابقة، ما صار مسابقة، أعلنت إدارة المعارف أنها ستقيم معرض اسمه معرض البطولة العربية في ثانوية شويخ، واللي يحب يرسم واللي يحب يشارك من الفنانين يشارك. احنا ذاك الساعة تو من فتح عندنا المرسم الحر، إدارة المعارف فاتح المرسم الحر اللي هو قسم صغير من مدرسة قتيبة اللي هي الآن المتحف العلمي، نداوم فيه ونرسم فيه إيه؟ يعني عرفنا احنا كمدرسين رسم عند المعارف ان احنا نرسم ندرس رسم ونرسم، فلذلك هيئوا لكم هيئوا الجو. احنا تقدمنا باللوحات اللي هي عندنا كرسامين أنا وزملائي اللي في ذاك الوقت، وشاركنا بالمعرض والمعرض صارت عليه صكة بعد على أيام عبد الكريم قاسم ذيك السنة،
يعني مثل ما تقول لما تكلم عن الكويت وكذا ادعاء نعم بعد الاستقلال عام 61 نعم فلا هو قبل الدعاء صارت شوشرة اعتقد عندهم بالعراق وكلام. المهم المعرض يعني ما شوية اهتز في حينها وصارت قلاقل لأن صارت محاضرات مع معرض البطولة صارت محاضرات وكذا سالفة هي خلصت. نعم الأستاذ الفنان أيوب حسين في أيضا رحلة الحياة المديدة والزاهرة في مجال الحقيقة الإبداع والرسم في إطار البيئة الكويتية، وصلت إلى حالة من التخصص في هذا المجال بالذات، وأصبحت أكاد أن أقول أنه يعني أصبحت مدرسة فنية تعرف بالفنان أيوب حسين الأيوب. حينما يذكر نقول إحنا البيئة الكويتية واللوحات التراثية الكويتية، وحينما نذكر أيضا اللوحات الكويتية التراثية والبيئة الكويتية يأتي اسم الفنان أيوب حسين. الله يسلمك. من بعد معرض البطولة والمعارض التسعة، معارض الربيع التسعة، في هذه الأثناء أيضا أشارك في معارض أخرى تقيمها جمعية المعلمين، تقيمها جمعية الفنون التشكيلية، يقيمها متحف الكويت، وأخيرا قام يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. إلى جانب هذا ما انقطعت، إلى جانب هذا شاركت المرحوم زميلي أمير عبد الرضا في معرضين، هاي في بداية التخصص. شاركت في معرضين عن أنا رسومي كلها عن البيئة الكويتية، سمينا المعرض الأول والمعرض الثاني. ومن الفنانين الكويتيين المبدعين والذين تركوا بصمات مضيئة في مسيرة الفن التشكيلي الكويتي المرحوم الفنان أمير عبد الرضا، والذي يعتبر بحق فنان متعدد المواهب وتوافق روحيا وفنيا، والأستاذ أيوب حسين ورافقه في رسم البيئة الكويتية وتجسيد جوانب التراث بشتى صوره. هذه اللوحة اسمها شبة القايلة، يعني في حموة الشمس الظهر الساعة 12 مثلا الشمس تكون عمودية على الرأس، سمى شبة القايلة، سمونها بعد شمس حنانية حارة أيام القيض. هذه المرأة طلعت هي مع عباتها وشايلة شمسية عشان تقيها حرارة الشمس، وبيدها شايلة مطارة ومنسر اللي كانت متوفرة في الثلاثينات والأربعينات. هذه اللوحة تمثل السبيل، اسمه سبيل بن دعي، سبيل بن دعي، هذا في براحة بن دعي يم سكة في نهاية سكة بن دعي من السوق، عبارة عن حبوب اثنين يترسونهم ماي، اكو يمهم برشة يترسونهم ماي من البرشة، ولهم نلات من تحت، فالناس في السوق طبعا يعطشون ايام القيض، خاصة ايام القيض يعطشون، فيلتمون على هالحبوب حريم وريايل. بعدين انا مسكت خط قمت امشي عليه بروحي، بطلع شخصيتي في هذا الفن، فاقمت معرض البيئة الكويتية الاول بروحي في السبعينية، بداية السبعينيات. نعم نعم 72 اعتقد. عملت هذا المعرض وقدمت فيه لوحات عديدة ونجح الحمد لله في جمعية المعلمين، خصصوا لي صالة. بعد هذا النجاح بعد 3 سنين او 4 سنين
أقمت معرض ثاني سميته الثاني للبيئة الكويتية، الموضوعات كلها على البيئة الكويتية اللي مساءنة تطرقت لها اللي عايشتها. نعم. منذ الطفولة. ملامح المجتمع الكويتي. نعم. وتراثه. نعم. لما نتكلم عن البيئة في جميع ملامح الحياة. نعم. اللي تفضلت فيها. نعم، بس ما عدا البحر داخل. نعم. ما رسمت. عن الغوص أو عن السفر أو كذا داخل البحر. نعم. دائما أخذ السواحل. نعم. إيه ما رسمت على البادية. نعم. بيوت الشعر وكذا والجمال لا ما رسمت، دائما في مثل ما تقول البيئة الحضرية. الحضرية. إيه نعم. نعم. بعد الثاني أقمت الثالث والرابع ثم الخامس قبل سنتين ونص، والدولة تشجعني على إقامة هذه المعارض، من أطلب إقامة معرض تخصص لي سواء في جمعية المعلمين أو صالة الضاحية تخصص لي الصالات وأقيم فيها المعارض، والناس تأتي بشكل يعني زايد عن حده ويشجعوني ويكتبون لي كلمات لازلت أعتز فيها واحتفظ فيها، كل معرض له سجل خاص، والآن أنا لازلت أمارس العمل خاصة بعد ما تقرر إعطائي جائزة الدولة التشجيعية في العام الماضي بشهر 11. هذا أيضا ولو أني الآن على أبواب الكبر يعطيك العمر، إنما هذه الجائزة دفعتني وخلتني أنسى شوية من أو أتصغر شوية، وصرت يعني أهتم أكثر بالرسم لأني جاتني فترة كأني يأست من الرسم وقمت أتركه شوية، بس ما تركه وايد ما أقدر. فجاءت الجائزة هي للفنون التشكيلية للفنان أيوب حسين عام 1997. نعم. حتى تعطيه الدفعة والحافز والانطلاقة. نعم. من جديد. نعم. وقبل لا أقطع كلامك أيضا المجلس الوطني الثقافة الفنون شجعني على هذا أيضا بشيء آخر، بأن مرة خلاني أرافق بعض لوحاتي ولوحات الزملاء إلى أسابيع ثقافية الكويتية صارت الكويتية. نعم، مرة في عدن ومرة في صنعاء، هذه رحلة واحدة راح 15 يوم، ومرة أيضا في عمان بالأردن، هذا طبعا قبل. نعم. الغزو. نعم. وبعدين من كم يوم أيضا اختاروني لأن أخذ لوحاتي إلى اليابان، وفي الأسبوع اللي تم هناك أسبوع رجال الأعمال. نعم. وعرضت هناك ثمان لوحات. نعم. وشافوها اليابانيين وسروا منها. عندما يقوم الأستاذ أيوب حسين بعرض لوحاته بين فترة وأخرى تشاهد بأن الكثيرين من الكويتيين وغيرهم يشاهدوا ويستمتعوا ويقتنوا أيضا هذه اللوحات. أذكر أحد اللوحات الجميلة جدا، هي عبارة عن رجل كبير في السن مرسوم من ظهره، وهو يقوم على أصابعه بمحاولة فتح الراديو المحطوط على الرف بالوزار العادي جدا، والعقال اللي فيه خيط من الخلف والغترة اللي فيها أيضا مربعات، فتشعر وكأنك تعيش في تلك الفترة. وأنا أقصد المخضرمين من الكويتيين يتذكروا تماما، وكثيرا ما يقف البعض حول لوحاته ويتذكر الأماكن التي مر بها. إذا افتقدنا الواقع الحقيقي للكويت القديمة سوف نختزنه في لوحات الأستاذ أيوب حسين. في الفترة الأخيرة قمنا بعرض معرض لمجموعة من الفنانين، وكانت منهم لوحة جميلة جدا، هي عبارة عن سيارة قادمة بالليل إلى أحد بوابات السور في الكويت مولعة النور والبوابة تبدأ بالفتح،
وكأنك ترى منظر سينمائي جميل. أذكر أن سمو الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز توقف أمامها كثيرا، وقام المجلس الوطني بالحديث مع الأستاذ أيوب حسين لأخذ نسخة من هذه اللوحة الجميلة وهي من مقتنيات المجلس، وأهديت لسمو الأمير. يعني هذه اللوحة تعبر عن الخمسينات، وهي لوحة يمكن أن تكون في إحدى المدن الخليجية القديمة وليست فقط في الكويت. هذه اللوحة اسمها رادو الحجي. شوف هذا الحجي شاري له رادو وحاطه على رف، يسوي له خرجة يغطيه مكني فيه، خاشة عن أي واحد ما يخلي حد يجي يسأله أبد. إذا كان مو موجود ما حد يقدر يشغل الرادو. هاي مسندة، وهذا الياعد اللي قاعد عليه، وهاي الطوفة سابقها بوزار أزرق، هاي دريشة أقول روشنة في أسراي يدخن، آثار الدخان طالع بالروشنة. هذه اللوحة تمثل باب السور قديما، لأن هو المدخل الوحيد في السيارات، هي اللي تدش من باب السور. عندنا ثلاث مداخل، باب ليهرة وباب نايف، بوابة نايف، وهذه بوابة البريعصي، بوابة البريعصي. فالسيارات تدش وتطلع يومية بالنهار، أما بالليل يغلق هذا الباب. اسم هذه اللوحة باب السور يغلق ليلاً بالليل. لكن إذا جاءت سيارة مثلا من البر، أو في سيارة تطلع البر من الديرة، يدقهرن صاحبها، يطلع للحارس مال السور، يشوف هذا السائق، يطلع عليه بالظلمة هل هو يعرفه مثلا، وأكيد يعرفه لأن السيارات قليلة، وأهل السور يعرفون السيارات يوميا اللي تطوف رايح جاية. فطبعا إذا عرفه وتأكد منه أنه يعرفه، قال حق رفيجة بطل له، يبطل الباب ويخش داخل الديرة، لأن السور هذا يضرب العاصمة كلها من أولها إلى آخرها، والبر بر. فهذا الحين جاي من البر راعي السيارة وبدش السور. كم عدد اللوحات التي تم إنجازها من قبلك في السنوات الماضية وحتى الآن؟ نعم، اللوحات تقريبا 600 لوحة اللي أنا عملتها، إن لم يكن أكثر. أكثرها موجودة عندي، موثقة عندي، وبعضها راح تطشر، ما أعتقد أحصل عليه لأن ما صورته. بالأول إحنا ما نصور اللوحات ولا نهتم، بالأخير صرت أهتم باللوحات وأوثقها بالصور وأحفظها عندي، وأحفظ الكتيبات اللي أنا اللي هي مرصودة فيها. وراح يعني إن شاء الله نخلي المشاهدين والمتذوقين للفن أيضا يسعدون بمشاهدة بعض هذه اللوحات. إن شاء الله يسرني ذلك. تدعوهم معنا في أنك تعرض علينا هذه اللوحات. نعم. على أي حال، يعني أيضا من المعلومات اللي استقيناها بأن هناك أشخاص يتوقون وينتظرون معارضك لاقتناء هذه اللوحات، لكن أيضا بينهم شخص معين. هل فعلا هناك شخص معين يقتني أكبر عدد ممكن من لوحاتك؟ وهل تعلم أين تعلق لوحاتك؟ والله هذا يعني أنا ما أدري طبعا،
وين تعلق طبعا اكيد تعلق في بيوتهم في بيوت يعني بيوتهم البيوت يعني اللي تعلق نعم فيها. الحمد لله يعني انا المعارض كلها اللي اقيمها تنتهي في المعرض ان لم يكن قبل المعرض بعد في اهل وقارب استحي ما يعني يطلبون هذه اللوحات واستحي منهم ولو اني اقول لهم ما يصير تروح اللوحات قبل المعرض فبعض الناس يقولوا لي شلون تجيب معرض مبيوع وهو لا قليل يعني منهم من اللوحات يروحون قبل المعرض لكن الأكثرية العظمى موجودة بالمعرض لكن مثل ما تقول النقوة أكو ناس ينقون لكن الأذواق تختلف يا ملوحة تعجبك لكن ما تعجبني وهكذا فاللي يقتنون لوحاتي كلهم أهل الكويت أكثرهم أبناء الشعب وأما الحكومة قليل الدوائر الحكومية ما تقتني من لوحاتي إلا المجلس الوطني يشجعني في كل معرض يأخذ واحدة أو ثنتين أو ثلاث المجلس الوطني منيه صار يشجعني في اقتناء اللوحات أو قليل من بعض الوزارات اقتنوا مني قبل سنوات إن شاء الله فلوحاتي الآن حتما معلقة في البيوت وايد كثيرين من الناس يقولوا لي والله شفنا لوحتك في بيت فلان أو شفنا لوحتك في دوارية فلان هذه متى تسويها والأراحة والحريم النساء إذا اجتمعوا في مكان في لوحاتي ما حديثهم يقول لك يقولون ما حديثهم إلا عن هاللوحة هذه وين وشلون فأذكرهم في ماضيهم لأنها كلها من البيئة الكويتية اللي قاعدين سواء الرجال أو نساء ما حكيهم في الغرفة اللي فيها لوحة من لوحاتي إلا عن الماضي وعن اللوحة هذه طبعا بصرف النظر عن الناحية الفنية إنما كموضوع يعني كموضوع موضوع بيئة كويتية الفنان القدير أيوب حسين الفنان الكويتي اللي قدر يوثق التاريخ من خلال لوحاته التاريخ الشعبي الجميل لما أنظر للوحات أيوب حسين أتذكر جزء كبير من طفولتي الحوش الليوان كل الرموز التاريخية الجميلة اللي موجودة في ذاكرتنا فحتى العادات والتقاليد شخص أيوب حسين حية تتحرك في اللوحة يمكن شخوص مو متقنة بالشكل اللي يطمح لها الفنان لكن بالآخر هي تؤدي إلى الغرض اللي وجدت من أجله أيضا في لوحات أيوب حسين في نوع من الشقاوة معنى أنا لما أعرفه هو شخصيا وأتكلم معه أحس إنسان هادي وبسيط وفي داخل شيء من الخجل لكن في لوحاته في نوع من الشطانة والشقاوة وتحس انه هو بيقول اشياء وايد ويتطرق لمواضيع احنا ناسينها حتى اشياء صغيرة تخص حياة النساء المطبخ الاكلات الشعبية التقاليد والعادات اللي كانت مقصورة على النساء واعتقد ايوب في طفولته كان ملتصق في هذا العالم يمكن كان صاحب امه في كل زياراتها وكانت ذاكرته القوية تحتفظ بهذه الصور هو في داخله ما في عالم من الانفصال انه يفصل عالم المرأة عن عالم الرجل عنده كل هذا العالم ذكريات جميلة ومن حقه كفنان تسجيلي انه ينقل هذه الذكريات ويحفظها من خلال لوحاته في لوحات أيوب ايضا التفاصيل الدقيقة الصغيرة اللي ما يقدر يلحظها إلا المتتبع للتراث وللفلكلور في الواقع هو عطانا تسجيل حي ورائع لفترة تاريخية في حياة الشعب الكويتي وفي حياة الكويتيين أيضا في أعماله في البانوراما الجميلة دائما تحس إن في مساحة حلوة في اللوحة تتنفس في عنده جراءة غريبة يعني كل شيء في خاطر يحطه في اللوحة ما يخاف ولا يتردد وفي الفترة الأخيرة حاول إنه يحجب الشخوص وما يطلع ملامحهم بشكل كبير واتجهت أعماله إلى ابتعدت عن التشخيص وبتتجه أكثر للطبيعة الصامتة حتى في بعض الأعمال اتجه لنوع من التجريد البسيط لكن حافظ على الأسلوب الشعبي حافظ على موتيفياته الشعبية وعلى روحه الشعبية أيوب حسين
اللي نال جائزة الدولة التشجيعية في الفن التشكيلي وفعلا كان يستحقها. أعطيت هذه الجائزة لا أعتقد لأن فنان شعبي التصق في الناس وعبر عن أحلام الكويتيين وأحلام الماضي من خلال أعماله الفنية.
إلى جانب اهتمامات الفنان أيوب حسين الأيوب في رسم اللوحات الفنية لمثل ما قلنا حفظ ملامح وسمات وشخصية التراث والبيئة الكويتية، أيضا اتجهت إلى جانب تجسيد أو تجسيم ملامح هذه البيئة الكويتية بشكل مجسمات، وطبعا عندك أنت متحف رغم أنه متواضع لكن هذا المتحف يضم الكثير من الصور من النماذج من الأشكال التي حينما يطوف المشاهد من خلالها يستطيع أن يستعيد ويكتسب شكل البيئة الكويتية والتراث الكويتي. ما الذي دعاك أيضا أن تتجه مرة أخرى إلى هذا الجانب والفعل الفني وهو المجسمات ورعاية وجوه البيئة الكويتية والتراث الكويتي؟ أنا الله يسلمك من يوم أنا صغير حرفي رايح حرفات ما أسكن، من يصير هالقايلة قمت أطقطق ولا أسوي لي قاري ولا أسوي لي تناك ولا أسوي لي أسحت عصي حق بلبول أو حق قافود، أسوي لي خيط حق دوامة، أسوي صلابة، أسوي فخ، أسوي نباطة، أسوي قواطي تلفون، يعني حتى أزعج الوالد إذا نام أحيانا يطلع لي بالمهفة وأنا صغير يركض وراي. أنا ما أقدر، أنا ما أعرف أنام الظهاري أول وأنا صغير. بيتران أحيانا يعني سمعت منهم كبكلمة أني أنا ما أخليهم ينامون وأنا صغير. أطقطق، أبني دويرة، أسوي شتر، يعني أسوي أشياء كثيرة وأنا صغير. هذه العادة تأصلت فيني إلى أن أنا الآن شيبت وللحين أقعد على بعض أشياء وأسويها مجسمات. هذه المجسمات قديمة ظل في فكري، مثلا أسوي الكندري حامل الماي، أسوي الحمار اللي يجيب الماي على القرب، أسوي الديروفة، أسوي مثلا شلون الماي يشيلونه على الروس أول إذا صار أزمة مياه، أسوي مثلا الألعاب الشعبية مصغرة وأسويها مكبرة، أسويها كبار وأسويها صغار وأرسمها. كل شيء من هذه المجسمات أسوي مجسم صغير وبعضها أسوي مجسم كبير وأرسمه في لوحات. وهذا طبعا كونت من خلال هذه الإنتاجات حقيقة متحف مصغر تقتني فيه كل هذه المجسمات. وأيضا احنا يعني نتمنى أن تدعونا مع المشاهدين حتى نطوف في هذا المعرض وأيضا تقدم للمشاهدين وللجيل الحاضر بعض هذه الإبداعات والمجسمات إن شاء الله بكل سرور. بس متحفي صغير عاد ولا ما يوايه لأن مكدس، وإن شاء الله الآن عندي مشروع ثاني بوسع هذا المتحف اعتبارا من بكرة إن شاء الله بسوي أكبر. هذا عبارة عن ما نقدر نسميه متحف، نقدر نسميه معرض صغير لبعض أشياء أنا جامعها، بعضها سويتها وبعضها جبتها من الخارج، وكلها تدل على الكويت القديمة، كلها أشياء مستعملة بالكويت قبل الخمسينات، يعني من بالثلاثينات والأربعينات. ونبدي من هني، أول شيء نشوف هذه يسمونها الحية، أول البنات والأولاد الصغار إذا راحوا أهاليهم الحج على بعارين يزرعون حية رشاد أو شعير أو حلبة في زبيل صغير، ولا طلع الزرع قبل لا يجون أمهاتهم وأبهاتهم الحج اللي هو تقريبا رحلتهم طول 3 أشهر، يروحون البحر ويقطونها يقولون يا حيتي يا بيتي حي لأبوي حي لأمي
سبع حيات ويقطونها بالبحر، والبحر طبعا هذه عبارة الحية عن تراب وزرع، يتفتت التراب ويلين ويطلع الزرع منه، وبعدين يأخذون الزبيب حق يخشونه حق مناسبات أخرى. وما أدري اللوحة هني تبين لوحتي عن الحية، يمكن هني ما تبين زين، لكن اللوحة الأصلية واضحة، البنات والأولاد شايلين الحية صغيرة ويدندلونها كذي بالبحر، يقولونها بلحن. أيوب طبعاً لا لا لخاصية يعني من بدء المجموعة، يعني معروف يعني من غير ما تقرأ اسمه تشوف، أول ما تشوف اللوحة تعرف إن هذه اللوحة لأيوب حسين. أيوب حسين طبعاً مع يعني يعتبر إلى الآن كهاوي، لكن ماصل يعني قراءاته ومن ناحية اللون، من ناحية المنظور، ومن أشياء كثيرة يعني متابع الأشياء هذه في مجال العمل الفني. دريشة قديمة عندي أو بنجرة، وهذه كاشونة، هذه كيسة الطيور، عندنا هني كرسي للقرشة والبرمة اللي هم أول يبردون فيهم الماء علشان يشربونه، يترسون القراش كل يوم يعرضونهم للهواء ويشربون بالطوس أو القراصات القديمة المعدن، لأن الماء إذا صار بالبرمة وضرب الهواء يصير بارد، يحطون دائما تحت البرمة رقية أو بطيخة عشان تبرد، يطيح عليها بالناقوط اللي تحت، سوون الناقوط يطيح عليها الماء مال القرشة اللي تنضح وتصير باردة، ويحطون بعد طاسة اللبن عشان أيضا اللبن يصير بارد. وهذه صورة أنا راسمها لوحة كبيرة عن نفس المكان. عندي هني بعض أشياء ما أدري تشكها ولا بشتختة، وبيكب قديم وراديو قديم. عندنا هني هذه مهفة هواء، دائما أول يستعملونها في البيوت، أو مو كل البيوت، بيوت الأثرياء أو محلات الحلاقة اللي هم المحاسنة أو بالمدرسة القديمة، إذا سحبتها بينت هني تتف، لو تضرب عليها الصوت تبين أكثر. هذه لوحة رسمتها سنة 74، أمثل فيها بالأربعينات أول أيام الحرب العالمية الثانية، يوم الحلفاء ينتصرون على الألمان، صاروا يبوننا أفلام بالصفات قدام الأمن العام بالليل، فيسري الخبر بيننا إحنا كشباب صغار، أهل الكويت كلهم بالفرجان، يسري الخبر أن الليلة في سينما، ما أدري شلون يصل الخبر، لا جرايد
لا سينما، لا إذاعة، لا تلفزيون، لا وسائل إعلامية. يوصل الخبر ونروح ركضة ونقعد على الأرض بالصفات ويعرضون لنا أفلام عن انتصار الحلفاء على الألمان، نشوف الحرب العالمية. فهذه ثقفونا وإحنا صغار وعلمونا شنو هي الحروب وشلون انتصروا وهكذا. هني عندنا بعض أشياء قديمة، مطحانة قهوة قديمة تستعمل من زمان، هذه قديمة. الأوتي القديم قبل لا يطلع أوتي الكهرباء، أوتي بالفحم. تلفون أيضا قديم، كاميرا البوكس القديمة. هني ميزان يزنون فيه الأشياء الخفيفة، مدور حق الغنم. عندنا هني الباقدير أو نموذج للباقدير اللي يبنى فوق البيوت، يدخل هواء، يجي الهواء من جميع الجهات، سواء شمالي أو جنوبي أو شرقي أو جبلي، وينزل الهواء على أهل الدار تحت. هذه هني محار في لولو، طبعا لولو تغليب. عندنا هني شغلات على الغوص وعلى البحر، وزرة، شمشول. عندنا هني الباس الغوص والديين والمفلقة والفطام. هذه نوع من البشتختات، لو تضرب على الصورة هذه، هاي نوع من البشتختات. كانت سائدة بالأول قبل لا تطلع الكهرباء. لها إبرة خاصة. يعني كانت سائدة أول، وهذه عبارة اللوحة اللي أنا سويتها، راح أحط فيها بشتختات مثل هذه البشتختة. هذه لها اسطوانات، اسطوانات الماضي دائما يغلفونهم بهالشكل هذا في أغلفة مثل هذا، اسطوانات عن أكثرها شعبية. وهذه اللوحة أنا سميتها من مخلفات الشياخين، والشياخين جمع شيخانة، والشيخانة عبارة عن قهوة شعبية. حطيت فيها البشتختة القديمة ومسطوانات، حطيت اسطوانات بالطوفة مدققة بمسامير، حطيت فيها مثل استكانة شاي، حطيت فيها قلاص ماي ودولكة ماي، شيشة ماي أو شيشة ماي أو دولكة، راس قدو مناك، وش اسمه قوطي صغير اللي يحطوه فيه الأبر حق البشتختة. هذه من مخلفات الشياخين، والبشتختة طبعا واضحة فيها اسطوانات وتغني، وهذه يدورونها باليد يكوكونها. ف
في الجزء الرابع والأخير من برنامج شخصيات كويتية، نتابع مع الفنان أيوب حسين الأيوب رحلتنا في عالمه الإبداعي الفني ولوحاته ومجسماته التي وثقت البيئة والتراث الكويتي، ونتعرف كذلك على جانب جديد آخر في شخصيته المتميزة، حيث اهتم بالتوثيق والبحث والتأليف وأنجز مجموعة من الكتب الموثقة بالصور والمعلومات واللوحات. بذل الأستاذ الفنان أيوب حسين الأيوب جهداً مشكوراً مخلصاً ودؤوباً في سبيل حفظ التراث الكويتي الأصيل بشتى جوانبه المتعددة وبمختلف الأساليب والوسائل، وتناول في كتبه اللهجة الكويتية وألعاب الأطفال والعادات والتقاليد، ووصفاً لقرية حولي، وأموراً تراثية واجتماعية وبيئية أخرى.